في حادثة هزت الأردن توفي 7 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفى السلط الحكومية بعد انقطاع الأكسجين لمدة ساعة كاملة. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قرر إقالة وزير الصحة ومدير المستشفى، وهو ما أكده رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، والذي أعلن حالة الطوارئ في مشافى الأردن وتعهد بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية وحياد. ولقد تمت إقالة معالي وزير الصحة، وقبل قليل اجتمع مجلس الوزراء وأخذ قرار أيضا بإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق القضائي. وكنت صباح اليوم قد طلبت من عطوفة رئيس المجلس القضائي أن يسير باتجاه تحقيق قضائي مستقل عبر النيابات العامة لتقدم مرئياتها في إطار تحقيق قضائي مستقل وشفاف ونزيه، يقدم مرئياته بمنتهى الوضوح والحيدة إلى العامة وإلى الشعب الأردني. مجلس الوزراء ووجه الآن بأن تقوم وزارة الصحة وكل المؤسسات الصحية بإعلان حالة الطوارئ القصوى للتثبت والتيقن من أن الحالة العامة في كل مستشفياتنا فيما يتعلق الأكسجين، فيما يتعلق بالقدرات الطبية، تسير على أكمل وجه وعلى مدار الساعة. إنما حصل هو تقصير وأمر لا يمكن تبريره. إذن للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم إلي من السلط مراسلة الشرق دانيا المعيطة. مرحبا دانيا، استمعنا إذن لكلمة رئيس الوزراء الأردني، قال إن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية لما جرى في مستشفى السلط. بداية، ردود فعل الشارع على كلام رئيس الوزراء؟ يعني سحر، مساء الخير. رغم هذه الكلمة التي تحدث بها رئيس الحكومة، وأيضا رغم زيارة العاهل الأردني إلى مستشفى السلط الحكومي للوقوف إلى جانب أهالي الضحايا، إلا أن أهالي الضحايا وأهالي المنطقة ما زالوا يطالبون بإقالة الحكومة بشكل كامل، وليس فقط إقالة الحكومة، وإنما فتح تحقيق ومحاسبتهم ومحاكمتهم بشكل عادل للوقوف على حيثيات هذه القضية وأسباب هذه القضية، نتيجة يعني التقصير الذي حصل من داخل مستشفى السلط الحكومي. لذلك هنالك حالة من القلق، حالة من التوتر، حالة من الغضب العارم بين أهالي المنطقة وبين أهالي الضحايا. يعني سحر، نحن دخلنا الآن في فترة الحظر الجزئي، وما زال أهالي الضحايا يتواجدون رغم بدء الحظر الجزئي في الأردن و إغلاق المنشآت الذي يتم الساعة 6:00، وبعد أقل من ساعة يبدأ الحظر الجزء الذي يمنع حركة كافة المواطنين، وما زال المواطنون يتواجدون في مستشفى السلط الحكومي ومن أمام المستشفى للتعبير عن غضبهم. وكان هنالك حالة من المناوشات أيضا بين رجال الأمن وبين أهالي الضحايا وأهالي المنطقة، كما تم التهجم على سيارة رئيس الديوان الملكي. طيب. وأيضا كان هنالك يعني محاولات عدة للدخول إلى المستشفى لمعرفة آخر مجريات القضية. طيب دانيا، تم تشكيل لجنة للتحقيق فيما جرى، هل بدأت هذه اللجنة مهامها؟ هل صدرت أي معلومات إلى الآن، بالذات بعد كل هذا الغضب الشعبي وبعد ما استمعنا إليه مما قال رئيس الوزراء؟ نعم سحر، منذ الصباح الباكر ومنذ بدء هذه الحالة بدأت التحقيقات من قبل أشخاص معنيين وجهات مختلفة، وأيضا من قبل النيابة العامة للوصول إلى حيثيات هذه القضية وأسباب هذه الحادثة. ولكن حتى هذه اللحظة لم ينتج أي أمر عن هذه اللجنة التحقيق. ولكن كما تحدث رئيس الحكومة، هو فقط تم إقالة وزير الصحة، إقالة مدير الصحة، وأيضا إقالة مدير المستشفى. كما يعني علمنا أنه تم وقت توقيف المشرف على الأكسجين داخل العناية الحثيثة في المستشفى لإجراء التحقيقات اللازمة، مع كونه هو الشخص الذي كان مناوب في أثناء الحادثة. طب دانيا، أيضا تم الإعلان عن حالة الطوارئ في المستشفيات، ما يعني ذلك عمليا؟ وهل نتحدث فقط عن الحالات المرتبطة بفيروس كورونا أم بالمجمل؟ سحر، بالمجمل نحن نتحدث، ولكن فيروس كورونا كان هو الدافع الأكبر لإجراء العملية بتعزيز المستشفيات الحكومية، خوفا من أن يكون هنالك حادثة مشابهة في مستشفيات أخرى. حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أي مستشفى آخر يعاني من نقص في الأكسجين، ولكن خوفا من أن يكون هنالك تكرار لهذه الحالة، أعلنت الحكومة الأردنية عن رفع الجاهزية للمستشفيات كاملة، نتيجة طبعا سحر ارتفاع الأعداد
الإصابات وأيضا الوفيات. الأردن يعني منذ قرابة الأسبوعين وهو يعاني من أرقام قياسية بفيروس كورونا ووفيات أيضا عديدة، لذلك يعني هنالك تخوف واضح، وكما تحدث لك خوفا من تكرار هذه الحادثة تم رفع جهوزية المستشفيات في الأردن بشكل كامل وليس فقط في مدينة السلط. شكرا دانيا المعيطة، كنت معي من السلط مراسلة الشرق، بالتأكيد ستكون معنا في نشراتنا اللاحقة للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.